السلام عليكم، مساء الخير الجمهور ديال طنجة العزيز. معكم حس سعيد برده، مقدم الطائفة العيساوية ديال مدينة فاس. اليوم لي الشرف أنني نحضر في هذه الدورة الجميلة ديال مهرجان ميازين هنا بمدينة طنجة، اللي إن شاء الله كنتمنى ليه التوفيق. وهذه أنا أول مرة اللي غادي نحضر إن شاء الله ونشارك، ولي الشرف كنتمنى إن شاء الله باش نعاود ثاني نشاركوا مراس مراس، ونتمنى لهذا المهرجان التوفيق إن شاء الله والتقدم للأمام. والفضل كيرجع للسيد سعيد بالقاضي اللي استعدني لهذه المناسبة، والله يوفق الجميع. وهادشي اللي كنتمنى. ماشي مرة هذه، ماشي المرة الأولى باش نتلقى الجمهور الطنجاوي، كان في الحقيقة تلاقيت معاه مرة أخرى هنايا وخلاص بالمناسبات اللي خارج المسرح. الجمهور طنجة كيعيش معنا زعما في الحقيقة، تبارك الله عليهم، الله يحفظهم، كينشطوا معنا مزيان. واللي كيعجبني بزاف انه كيتجاوب كبير بيني وبينهم، لا في الكلام ولا في كل شيء، كينشطوا معنا، الله يحفظهم، الله يحفظ الجمهور ديالنا في جميع انحاء المغرب. شكرا. بهذا المهرجان في دورته الثالثة، مهرجان ميازين بمدينة طنجة، هذا المهرجان الذي يلاقي نجاحا باهرا بجودة فنه وبجودة جمهوره. الحمد لله هذا العام المجموعة الراقية التي مثلت مجموعة من المدن ومجموعة من الألوان الموسيقية الصوفية جعلت الجمهور يحج بكثافة لهذه الدورة هذه. فإن شاء الله كنتمنى أن كل شيء يروق، وإن شاء الله ديما تكون هذه الدورة الآتية إن شاء الله كلها تكون أكثر قوة وأكثر جمالية، لا سيما أننا دورنا في هذه الجمعية هو المحافظة على الموروث المغربي والدلالة عليه وإظهار وإبراز جماله وجماليته وتلك النورانية التي تطبع السمع الصوفي والموسيقى الأندلسية وكل ما هو موروث مغربي. الحمد لله الموروث المغربي الفني قوي جدا رغم بعض الموجات التي تريد أن تسرق منه ما تشاء، ولكن الحمد لله بفضل هذا المجهود الذي نبذله ومجموعة من الإخوان والأحبة
يعني سنعمل جاهدين على المحافظة عليه وإبراز القوة المغربية في هذا الجانب. وشكرا لكم على التغطية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.